كنا بنتكلم على انتشار النادي على مستوى العالم. النهارده كمان جريده ماركا الاسبانيه من اكبر الصحف على مستوى اسبانيا عملت الحقيقه تقرير مهم جدا عملته النهارده عن النادي الاهلي خلال طبعا التغطيه اللي بتقوم بيها لفريق ريال مدريد واستعداداته لمباراه النادي الاهلي. الحقيقه وصفت الجريده الاهلي بالعظيم، يعني وصفت ماركا الاسبانيه بتقول النادي الاهلي العظيم، واصفين كمان ان ريال مدريد هيوصل للرباط بلا راحه، ما عندوش راحه، في انتظار طبعا بيقولوا في انتظار 11 محارب مصري. وخلي بالك من كلمه مصري تاني، انا باكد النادي الاهلي هو يعني هو الصوره النموذجيه لمصر، 11 مقاتل مصري قادرين على ان يجعل مهمته للوصول لنهائي كاس العالم صعبه للغايه. كمان الجريده اتكلمت عن الاهلي وتاريخه، اتكلمت على تاريخ كبير جدا في بطوله كاس العالم للانديه، وان النادي الاهلي ليه علامات بارزه، وان هو الاكثر مشاركه في عدد المباريات ب 20 مباراه في 8 مشاركات. كمان ماركا الاسبانيه وصفت الاهلي بشكل اكثر من رائع، تحدثت انه مش غريب عن النادي الاهلي ما بين قوسين كده ملك افريقيا والمتوج ب 10 القاب لدوري الابطال الافريقي. كمان قالت ماركا ان الاهلي لديه الكثير من الخبرات في كاس العالم للانديه وحاصل على المركز الثالث العام الماضي، وان الفريق لديه الكثير كمان من اللاعبين المميزين على المستوى الدولي سواء في منتخب مصر او المنتخبات الافريقيه الاخرى. بالتاكيد الكلام اللي اتقال او التقرير اللي اتقال ده يا كابتن اسلام كمان مرايه طبعًا. ازاي الناس في اوروبا وفي العالم شايفين النادي الاهلي، تقرير اكتر من رائع من اكبر الصحف على مستوى اسبانيا وهو على المستوى الاوروبي ماركا الاسبانيه، وعامله تقرير اكتر من رائع للنادي الاهلي. الحقيقه مش ماركا بس يا كابتن هاني، ولكن كل الصحف العالميه بتتغنى بالنادي الاهلي وبما يفعله النادي الاهلي، وهو ده اللي بيخليني ابقى سعيد جدا جدا وانا ان انا بنتمي ولو لجزء صغير حضرتك وكل العاملين في النادي الاهلي او كل المنتمين للنادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي بيكونوا فخورين باللي احنا شايفينه، فخورين بما يحدث على شاشه قناه النادي الاهلي، فخورين بما يحدث على شاشه قناه ريال مدريد، فخورين بما يحدث في كل الصحف العالميه، وذكر اسم النادي الاهلي دائما ما يكون بالشكل الايجابي.